ميكرو فريد مع انفاس كما العاده. خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس على الرجوع ديال الجمهور الى الملاعب الوطنيه بعد 3 سنين ديال كورونا. خليكم معنا نشوفوا الارتسامات ديال الناس اشنو غيقولوا. يلا معنا. كي جاتك العوده الجماهير الوطنيه للملاعب؟ ايوا العوده ديال الجماهير المغربيه للملاعب ما تكون الا خطوه محموده اللي من هذا المنبر هذا كنشكروا الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم على ان خلات الجمهور يدخل، لان المقابلات في كره القدم بدون جمهور كالطعام بدون ملح. وراك شفتوا تبارك الله وصل عن بيدك داك المجهودات اللي داروا الجماهير اللي ساهمت بنسبه كبيره في انتصار ديال فريق الوداد البيضاوي على الزمالك المصري. لا مزيان كتحفز الفرق وداك الشيء بحال فريق الوداد البارح وداك الشيء والبارح انا حفزاتو الجماهير. الحكومه كتفوت الجماهير وما كيعطيش واحد القوه وداك الشيء. لا مزيان هاد المسائل حتى اللعابه حتى هما كيشوفوا ديك ديال الجماهير وداك الشيء كيرتاحوا وداك الشيء. لا مزيان هاد المسائل هذا اللي داروا ديال الجماهير. الحكايه عاد الدول دخلوا وداك الشيء خصنا حتى حنا نبداو وداك الشيء. ولكن مزيان هاد القضيه ديال الجماهير زعما كاين حتى المدرجات كتكون مزيانه واللعابه كيلعبوا حتى هما واحد الاريحيه وداك الشيء. لا مزيان بالنسبه للبادره اللي داروا. واش انت كتامن بان الجمهور لعاب 12؟ لا كاينه. باش نكونوا واقعيين بحال فريق الوداد ان يكون ما كانش الجمهور ما غاديش يربح. حيت بالنسبه للوداد انه زعما كما عارفين ان الجمهور هو اللي كيربحوا. ان المقابل لعبوا مع الزمالك وما كانش الجمهور ما كانوش غيوصلوا لذاك المستوى وداك الشيء. حنا كنعرفوا الوداد بلا مستوى ودابا بالجمهور كي تيكونوا. لا ضروري هذه ما حي يعني ضروري الجمهور. الجمهور ضروري ورقم كيعطي واحد لومبيونس كيعطي واحد لومبيونس اللعابه كيلعبوا حتى هما كيتشحنوا وداك الشيء. تحيه رياضيه، شكرا جمهور مدينه الدار البيضاء، شكرا جمهور فريق الوداد والرجاء. لنتجو مقابله ديال كاس افريقيا انديه البطاله وروح رياضيه والجمهور ادى التذكيره ودخل من دخول المقابله قبل المقابله الى النهايه. الجمهور ما تهضرش كيدخل ادي التذكيره كيبقى يغوت حتى نهايه المقابله. ونتمنى لجميع الجماهير المغربيه تدخل بالنظام والكمامه وتحيه رياضيه. خبر مفرح بصراحه، حنا كنا كاع كنتسناو هذه اللحظه، الجماهير كامله كانت كتسنى هذه اللحظه باش تقدر تساند الفريق ديالها. وكيف ما كنعرفوا وكنامنوا بها بان الجمهور هو لاعب 12. كتامن بان الجمهور هو اللاعب 12؟ ممكن بالجمهور تحدد تخلق الفرق. وكيف ما شفتي راه في الماتش ديال الوداد والزمالك كان فرق كبير بين الماتشات اللي قبل. يعني الجمهور عطاه واحد الدفعه للفريق الوداد البيضاوي. عطاه دفعه وعطاه سند وعطاه بصمه في وسط الماتش. والحمد لله شفنا النتيجه كانت مشرفه وقدرنا نرجعوا في الماتش وهذا الشيء زوين بصراحه. مشيتي تفرجتي في التيران ولا في التلفازه؟ لا تفرجت في قهوه بصراحه، كانت الظروف ما كتسمحش لي باش غادي نمشي للتيران. وان شاء الله الماتش الجاي ديما.